لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السويد، المبعوث الأممي إلى اليمن يصل الحديدة ويجري مشاورات مع طرفي النزاع. ماي تعلن عزمها إعادة فتح مباحثات اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وحزب العمال المعارض يدعم خطوة تأجيل موعد البريكزيت. وفي الرياضة، الإنابي يبلغ الدور النهائي من البطولة الآسيوية لكرة القدم، مقصيا المنتخب الإماراتي المستضيف. مستمرون في النشرة المركزية من أخبار الساعة. استقبل البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكراكز المرقسية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية. ورحب البابا بالرئيس الفرنسي الذي اختتم زيارة رسمية لمصر ووقع خلالها عددا من الاتفاقيات الاقتصادية وتم فيها التباحث في قضايا حقوق الإنسان. في الكلمة التي كتبها في سجل الزيارات كتب كلمة عن الشهداء الذين سقطوا خاصة في الهجمات على الكنائس، وكان يريد أن يزور مكان من هذه الأماكن التي تعرضت لهجمات، فكانت زيارة البطرسية فيها تأثر وسأل كثيرا لماذا هذه الهجمات، فقلنا أنها اعتداء على المسيحيين ولكنها اعتداء بالأكثر على قوة الوحدة الوطنية التي تربط بين كل المسيحيين. ذكرت محققة الأمم المتحدة التي تقود تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن الرياض لم توافق بعد على طلب لدخولها قنصلية المملكة في اسطنبول ولقاء مسؤولين سعوديين. وقامت المحققة بزيارة وجيزة للمنطقة التي تقع فيها القنصلية السعودية في اسطنبول لكنها لم تدخلها. استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو المحققة الأممية في مجال حقوق الإنسان أغنيس كالامارد المكلفة بالتحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهي المعنية بالتحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القانون أو وفق إجراءات تعسفية. طلبنا من الحكومة السعودية دخول القنصلية، أردنا أن تتكون لدينا فكرة عن المكان. لم يوافق بعد على طلب دخولنا القنصلية ولقاء مسؤولين سعوديين. للإنصاف قدمنا الطلب متأخرا جدا، لذلك يتعين علينا أن نعطيهم وقتا أكثر قليلا لبحث الطلب. وأعلنت كالامارد أنها سترأس اللجنة التي تتولى تقييم الأحداث وتحديد طبيعة ومدى إمكانية أن تكون دولا وأفرادا مسؤولين عن الجريمة، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق والتوصيات التي ستخلص إليها اللجنة ستقدم في تقرير لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في جلسته المقررة في حزيران القادم. وكان قد قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر تشرين الأول، وأصدرت الرياض بيانات متضاربة بشأن مصيره، ثم قالت أنه قتل وأن جثته قطعت بعد شجار نشب داخل القنصلية عقب فشل محاولات إقناعه بالعودة إلى بلاده. وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى مدينة الحديدة غرب اليمن في أول زيارة له للمدينة التي تضم ميناء رئيسا منذ اتفاقيات السويد الشهر الماضي. وقال المصدر أن جريفيث وصل صباحا إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر في زيارة لساعات عدة من أجل متابعة الاستعدادات لمهمة الحديدة الجديدة. هذا وأكد مبعوث الأمم المتحدة أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقيات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى مددت بسبب صعوبات على الأرض. إلى شأن آخر، اتفق المفاوضون الأمريكيون مع نظرائهم من حركة طالبان الأفغانية على إطار مقترح لاتفاق سلام يضع حدا للصراع الذي استمر حوالي 17 عاما. واستمرت المحادثات 6 أيام بين المفاوضين الأمريكيين وممثلين لحركة طالبان في دولة قطر، فيما جدد الرئيس الأفغاني دعوته لمفاوضات مباشرة مع الجماعة الإسلامية. وكان قد زار المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان في العاصمة كابول لاطلاع الحكومة الأفغانية على ما توصلت إليه المحادثات مع طالبان. الآن محادثات السلام مستمرة بكامل قوتها. يشترك الدكتور زلماي خليل زاد في جميع التطورات بشأن ما يقوم به مع قادة الحكومة. نحن نقترب أكثر من محادثات السلام، ونأمل أن نرى محادثات سلام مباشرة بين طالبان المسلحة والحكومة.
إذا يتم قتل الأفغان كل يوم ويفقدوا شقيقاتهم وأمهاتهم وإخوانهم وأبائهم، فماذا سيفعلون بالسلام؟ في نهاية المطاف إذا مات الأفغان فإن السلام سيكون بلا معنى. وحول ذلك انضم إلينا عبر خدمة سكايب الكاتب والمحلل السياسي وخبير الشؤون الأمريكية دكتور حسين أديك. مرحبا بك معنا دكتور حسين. أبدأ معك، كيف يمكن قراءة تطورات ما يجري في أفغانستان فيما يتعلق بالحديث عن مسودة اتفاق ما بين الحركة والوفد الأمريكي، وأيضا المطالبات بإجراء مفاوضات بين الحكومة في كابل وأيضا حركة طالبان؟ يعني بالتأكيد بعد 17 عاما من التواجد الأمريكي في أفغانستان أصبح هناك قناعة لدى المجتمع الدولي أنه لا سبيل للحل في أفغانستان سوى الحوار. وانطلقت هذه المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الحكومة القطرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بمبعوثها للسلام في أفغانستان زلماي خليل زادة و ممثلين عن حركة طالبان. كل المؤشرات تشير إلى أن هناك تقدم كبير وملحوظ في كافة الملفات، وتم التوصل إلى حلحلة الكثير من العقد الموجودة. ولكن لدى الأمريكيين هناك شرط كبير، أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء، كل الملفات. فلن يكون هناك اتفاقيات مرحلية ولا اتفاقيات جزئية، يجب أن يكون هناك اتفاق على كل القضايا. والمقصود الاتفاق على كل القضايا أن يكون هناك حوار ومباحثات مباشرة ما بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وفي النهاية تؤدي إلى مفاوضات سلام تنهي الصراع القائم في أفغانستان. دكتور حسين، بالتزامن مع ذلك شهدنا تصريحات أمريكية بضرورة الخروج الأمريكي من أفغانستان، يتحدثون عن انسحاب مدته لربما قد تأخذ حتى 18 شهرا. كيف يمكن قراءة ذلك خصوصا وأن مسؤولين في حركة طالبان أيضا نفوا أن يكون هناك أي محادثات حول هذه القضية أو حتى أي انسحاب أمريكي بشكل عام في أفغانستان؟ هناك طرح أمريكي أن يكون انسحاب لنصف القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان البالغ قوامها 14,000 جندي، بمعنى انسحاب 7,000. هناك مقترح أن تتم عملية الانسحاب خلال 18 شهرا، ولكن يوجد تصميم لدى الإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك سحب أي جندي أو نصف القوات إلا بعد أن يكون هناك اتفاق سلام على كافة القضايا العالقة وتعهدات من قبل حركة طالبان، كما صدر في وسائل الإعلام الأمريكية وقف ارتباطها بحركات الإرهاب العالمية والتعهد بعدم مهاجمة أي مصالح أمريكية في العالم أو في الولايات المتحدة الأمريكية، والدخول في حوار سياسي جاد يفضي إلى إقامة عملية سياسية في أفغانستان تنهي الحرب الدائرة هناك. نعم دكتور حسين ديك خبير الشؤون الأمريكي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وإلى الشؤون الأوروبية، حيث أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عزمها إعادة فتح مباحثات اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل بدء النواب البريطانيين مناقشة تعديلات قد تسمح لهم بالتحكم بالملف. هذا وأعلن حزب العمال المعارض دعمه لمقترح النائبة عن حزبه إيفيت كوبر التي تسعى إلى تأجيل موعد بريكزيت، ما يعطي إمكانية مرور هذا التعديل حظوظا قوية. بانتظار تصويت مجلس العموم البريطاني مساء اليوم على المقترحات البديلة للطلاق من الاتحاد الأوروبي البريكزيت التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس من كلا الحزبين، عقد المجلس الوزاري البريطاني اجتماعه الأسبوعي في مقر رئاسة الوزراء للتباحث في سبل التعاطي معها، سيما بعد رفض المجلس الأسبوع الماضي المقترح المعدل الذي تقدمت به الحكومة والذي لاقى معارضة أيضا في أوساط القيادات الأوروبية. أعتقد أنه إذا ما اطلعت على استطلاعات رأي المصوتين فأنه من الواضح أنهم يريدون مغادرتنا الاتحاد مع أقل ما يمكن من التشويش لنا ولشركائنا الأوروبيين. وهنالك جانب آخر لهذا الموضوع بالطبع، وما يحصل في أوروبا من تراجع في الاقتصاد الألماني والفرنسي، وعليه أعتقد أن الشهية لحصول سيناريو يشمل خروجا دون اتفاق بات أقل بكثير، وعليه أعتقد أنه من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق. بريطانيا لا تزال تشهد انقساما في أوساط مشرعيها الذين لم يتوصلوا حتى الآن لاتفاق حول الآلية المطلوبة لانفصال بلادهم عن الاتحاد الأوروبي المنتظرة نهاية أذار المقبل، فيما ينظر البرلمان في عدد من المقترحات التي يمكنها أن توفر مخرجا للمعضلة الحالية.
أعتقد أنه من المهم جدا أن يتحد الحزبان لما فيه من مصلحة للبلاد. أعتقد أنه يتوجب علينا المضي قدما في المقترحات التي يمكنها أن تكون مفيدة وواقعية وتتمتع بدعم واسع عليه، فإنه من المنطق أن نتوحد حول الموضوع. الانقسام الحاصل وعدم القدرة على التوصل للاتفاق بات أمر يقض مضجع بعض المشرعين البريطانيين الذين ضعوا لوضع مصلحة البلاد العليا نصب أعينهم وتنهية الخلافات الحزبية جانبا. على الدوام كنت من مؤيدي توصل الاتفاق، عدد آخر من أعضاء البرلمان من حزبي متخوفين من مغبة عدم التوصل الاتفاق إذا ما نجحنا في الحصول على بعض الوحدة ويصب في المصلحة الوطنية. وبانتظار تصويت البرلمان اليوم وبين فحص الحكومة إمكانيات العمل ببعض القوانين العرفية في فترة ما بعد الطلاق من الاتحاد الأوروبي، يظل الشارع البريطاني ومعه الأوروبي يأملان بمشاهدة الضوء في نهاية النفق. إلى شأن آخر، ذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن القمة الخامسة للدول الأوروبية السابعة المطلة على المتوسط التي تعقد في العاصمة القبرصية ستركز على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية إن الدول السبع لها مصالح مشتركة، موضحا أن الرئيس القبرصي سيستضيف نظيره الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي. وأشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية إلى أن بعض التحديات الكبرى التي تواجهها أوروبا هي ذات أهمية خاصة متعلقة بالبحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن هذه التحديات تشمل قضية الهجرة وتدفق اللاجئين. يسرني جدا أن أشاهد تقارب مع البرتغال في العديد من المجالات مثل التجارة والاستثمار والشحن والطاقة والتعليم والعلوم وكذلك في الثقافة. يشرفني جدا أن أكون أول رئيس وزراء برتغالي يزور قبرص رسميا، وبالطبع أحتاج أيضا إلى شكركم لإتاحة هذا الشرف لي. إلى الشؤون الدولية، حيث أكد الرئيس الأوكراني بيتر بوروشينكو أن بلاده تحتاج للسلام مع روسيا وأن سكان بلاده أنهكوا من الحرب الدائرة في جنوب أوكرانيا. يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد. شعوري بمسؤولية الكبيرة أمام الجيل الحالي والأجيال السابقة واللاحقة دفعني إلى اتخاذ القرار بالترشح مرة ثانية. أطلب من الناخبين أن يعطوني فرصة لضمان حصول أوكرانيا على خطة أعمال بشأن عضويتها في حلف شمال الأطلسي. السلام يعني استعادة كاملة للسلامة الإقليمية وسيادة واستقلال أوكرانيا، وليس هناك خيارات أخرى، ويعني الاعتراف المطلق من موسكو بحقنا في اتخاذ مسارنا الخاص. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة اعتمدت سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو للسيطرة على أصول معينة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن. يأتي هذا وسط تطورات تشهدها فنزويلا وتصريحات سياسية عديدة من الدول الكبرى في المنطقة. العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الفنزويلية الوطنية بموجبها تمنعها من تحصيل عائدات تصدير النفط للولايات المتحدة اعتبرتها روسيا غير قانونية، وإنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل دعم إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ما تقوم به الولايات المتحدة وحلفائها المقربون بخصوص فنزويلا بالطبع مقلق وتشكل خرقا لكافة القوانين الدولية وتساهم في عدم استقرار السلطة الشرعية في تلك الدولة اللاتينية. الدور الأمريكي للحصر في فنزويلا أخذ منحا آخر مع الملاحظات التي التقطتها الكاميرات أثناء إعلان الإدارة الأمريكية فرض العقوبات عليها لدفتر مستشار الأمن القومي جون بولتون حول نية الولايات المتحدة إرسال آلاف الجنود الأمريكيين لكولومبيا الدولة الجارة لفنزويلا. في غضون ذلك استمرت المواجهات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مادورو، فيما أشارت تقارير الأمم المتحدة لسقوط العشرات من المتظاهرين بين قتلى وجرحى خلالها. أكثر من 40 شخصا قد قتلوا بطرق مختلفة حتى الآن، 26 على الأقل من بينهم قتلوا جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن أو القوات الداعمة للحكومة بشكل غير قانوني أثناء المظاهرات. المظاهرات المشتعلة والانقسام الدولي حول الحاصل فيها يجعل بحسب المراقبين أمد الأزمة الفنزويلية يطول دون أي باركة أمل بقرب انتهائها.
إلى شأن دولي آخر، أعلنت كوريا الشمالية أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتطور بشكل رائع وسريع إذا ما استجابت واشنطن لجهودها في نزع الأسلحة النووية باتخاذ إجراءات جديرة بالثقة وإجراءات عملية. هذا وقال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن بيونغ يانغ ستواصل العمل على إنشاء آلية سلام دائمة وفعالة في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن القمة التي عقدت في يونيو الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى تحول دراماتيكي في العلاقة التي كانت الأكثر عدائية على وجه الأرض. بيونغ يانغ ستواصل العمل على تأسيس آلية سلام دائم وراسخ في شبه الجزيرة الكورية. إن القمة التي عقدت في يونيو حزيران الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي أدت إلى تحول هائل في العلاقات التي كانت الأكثر عدائية على وجه الأرض، وساهمت في ضمان السلام والأمن على شبه الجزيرة المقسمة. وبناء على ذلك نعلن أننا لن نصنع الأسلحة النووية ولن نختبرها بعد الآن. ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أسست شركة مساهمة مغفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة من أجل تطوير مشروع نيوم في المنطقة، وهو مشروع اقتصادي ضخم يبلغ تكلفته 500 مليار دولار. ونيوم جزء من خطة رؤية المملكة 2030 التي يرعاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وخلق الوظائف لإنهاء اعتماد المملكة على إيرادات النفط. ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من 8 أشهر مع تراجع الدولار قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع خشية المستثمرين من تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وقال المحلل في بنك ساكسو إنه توجد أسباب عدة للاستمرار في رؤية الذهب كأداة حماية نظرا لتوقعات استمرار المتاعب في الأسواق الأخرى وبخاصة الأسهم وتراجع الدولار بعض الشيء. ومن الاقتصاد إلى الرياضة وإلى كأس آسيا المقام بالإمارات، وفي الضلع الثاني من نصف نهائي البطولة حجزت قطر مقعدا لها في النهائي بعد أن تفوقت على المنتخب الإماراتي المستضيف بنتيجة 4 أهداف نظيفة، تفوق قطري يضع العناب في نهائي قوي يجمعه مع المنتخب الياباني. على ملعب محمد بن زايد استطاع القطار القطري الفوز على صاحب الأرض منتخب الإمارات في نصف نهائي البطولة الآسيوية. سحابة سياسية رافقت لقاء المنتخبين، ومن يعتقد أن الأزمة الخليجية اقتصرت على الأمور السياسية أو الاقتصادية فقد أخطأ الظن. قبل صافرة اللقاء أطلق تركي الشيخ رئيس اتحاد الكرة تغريدة مهاجما فيها تشكيلة المنتخب وجنسياته. رغم شراء دولة الإمارات بطاقات المباراة ومنع الجماهير القطرية من مرافقة العناب، إلا أن الإصرار والعزيمة لم يمنع لاعبي منتخب قطر من الفوز على الإمارات والتأهل إلى نهائي البطولة. أجواء المباراة فاقت البعد الرياضي. الجماهير الإماراتية شاطت غضبا على نتيجة المباراة وقامت بإلقاء الزجاجات من المدرجات تجاه اللاعبين القطريين. حصار الدولة الخليجية من قبل أشقائها لم يمنعها من عبور مراحل البطولة. دفاع قوي لم يدخل شباكه أي هدف، وهجوم قناص أربك دفاعات الخصوم. بهذه القوة وصلت قطر نهائي البطولة الآسيوية. وحول ذلك انضم إلينا كالعادة مراسلنا للشؤون الرياضية ومقدم البرنامج الرياضي أدهم حبيب الله. أدهم مرحبا بك معنا. أبدأ معك الطابع السياسي لربما سيطر على مجريات هذه المباراة ما قبلها وحتى ما بعدها لربما. نعم سيطر وطغى مهند، يعني بداية شهدنا مباراة كانت مشحونة، يعني قبل المباراة أثناء المباراة وما بعد المباراة، حتى التغريدات على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وإن كان على الفيسبوك شهدنا هناك مشادات كلامية إن كانت بين الجمهور القطري والجمهور الإماراتي. دائما ما يتحدثون أن الرياضة هي بوابة للسلام، بوابة للروح الرياضية لفتح علاقات جديدة، كما قال إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. قال يعني حتى ملف استضافة كأس العالم 2026 كندا وأمريكا وأيضا المكسيك هي بوابة جديدة لكل العلاقات الدبلوماسية بين الدول. واضح أن في كأس آسيا هذا طغت أكثر الأمور السياسية والخلافات السياسية، وشهدنا أيضا أن الأزمة الخليجية وصلت حد الملاعب. واضح أن
استثناء الجمهور القطري من هذه المسابقة كان واضحا، وأيضا عملية شراء بطاقات كما تحدثنا في التقرير من دول دولة الإمارات وعدم السماح للجمهور القطري بالحضور إلى المباريات يعني طغى. تغريدة تركي الشيخ الذي قال أن المنتخب القطري منتخب متعدد الجنسيات ويجب إسماع 12 نشيدا في هذه المسابقة، يعني كان واضح أن هناك هجوم بدل من أن تكون هناك علاقات جديدة أو السماح لفتح علاقات جديدة. ونحن نعرف أن حتى إنفنتينو يعني ينوي أن يكون استضافة ملف كأس العالم 2022 استضافة ثنائية بين الإمارات وقطر. حتى هذا أفردهم على مجريات المباراة وكان هناك المباراة. حالات طرد أيضا. نعم يعني حالات طرد شاهدناها وأيضا عملية أيضا رمي الزجاجات على لاعبي قطر. مهند أكثر من ذلك يعني من شاهد اللقاء فور انتهاء المباراة جميع لاعبي المنتخب القطري دخلوا غرفة الملابس دون يعني دون أن تكون هناك فرحة أو احتفالات على أرضية الملعب بسبب مخاوف أمنية أو عملية اعتداء، وهذا كان واضح وجليا باعتقادي من شاهد المباراة اليوم. شاهد أن هناك كانت حرب طاحنة بين دولتين وكان هناك أزمة قوية واضحة ليس فقط في المجال الاقتصادي، ليس فقط في المجال السياسي، إنما أيضا في المجال الرياضي. وقطر أثبتت في هذه المسابقة رغم كل الحصار أن استطاعت أن تكسر الحصار الرياضي عنها. وإلى الشق الرياضي أدهم، ولا بد من متابعة الشق الرياضي لهذه المباراة، سيطرة قوية من قبل المنتخب القطري. يعني سنشاهد طبعا يعني المباراة وأيضا الأهداف التي سجلت هذه المباراة كما قلنا التي قيمت على ملعب بن زايد. هذا هو الهدف الأول للمنتخب القطري الذي جاء في الدقيقة 22، خطأ دفاعي فادح يعني من قبل حارس المرمى، وهذا هو المعز علي الذي سجل الهدف الثاني. انظر إليه كيف استطاع مراوغة ثلاثة مدافعين وتسجيل الهدف الثاني. الهدف الثالث الذي سجل أيضا للمنتخب القطري كان في خطأ دفاعي. انظر إلى هذا الهدف الجميل الذي سجله المنتخب القطري في الدقيقة 80، وأيضا كان هناك نشاهد التراشق وأيضا رمي الزجاجات وتدخل من قبل الحكم وإصابة بعض اللاعبين القطريين في هذه المسابقة. طبعا يعني هذه المشاهد لا تليق في مثل هذه المسابقة. وفي الدقيقة 93 في الوقت الإضافي استطاع لاعب المنتخب طبعا من تسجيل الهدف الرابع وحسم هذه المباراة وفوز المنتخب القطري وتأهله إلى المباراة النهائية مع المنتخب الياباني. المنتخب الياباني طبعا تحدثنا بالأمس يعني مهند عن المنتخب الياباني. المنتخب الياباني باعتقادي هو من أقوى وأفضل المنتخبات الآسيوية. عندما نتحدث عن المنتخب الياباني وصل كما قلنا للمرة الخامسة إلى نهائي البطولة، فاز بأربع مرات وهذا هو اللقاء الخامس له. ولكن إذا من شاهد اليوم المنتخب القطري، المنتخب القطري قدم اليوم مدرسة في كرة القدم في كل ما يتعلق من الناحية التكتيكية، الانضباط التكتيكي أيضا أدم على مدار البطولة كلها من دور المجموعات وصولا لدور النهائي. كان هناك أداء جيد على المستوى الدفاعي والهجوم. نعم يعني واضح أن بهدوء الجميع يتحدث ليس فقط عن المنتخب القطري مهند، الجميع يتحدث أيضا عن الدور القطري القوي وأيضا يتحدث عن المنتخب الأولمبي الذي يحصد أيضا أرقاما وإنجازات قوية. وباعتقادي أن هناك مسيرة بدأت قبل سنوات وصلت اليوم إلى هنا إلى النهاية، ولأول مرة قطر تتأهل إلى هذه البطولة إلى مرحلة نهائية. وباعتقاد أن المنتخب القطري يعني هو بعكس المنتخبات العربية الأخرى دافع بقوة، هاجم بقوة، سجل أهدافا كثيرة، هو أكثر المنتخبات التي سجلت أهدافا في هذه البطولة. وليس عبثا قد يكون قوي وجيد أدهم لكأس العالم نعم المقبل في قطر المقبل. واليوم تحدث الجميع عن المهاجم المعز علي الذي سجل أهدافه الثامن في هذه المسابقة. قالوا يعني كيف يلعب هذا اللاعب في الدرجة الثانية في الدوريات الأوروبية، إنما هو يليق أكثر في الدرجة الأولى. واضح أن المنتخب القطري يعني من أفضل المنتخبات العربية وهو يعني تأهل بامتياز إلى هذه المسابقة. المنتخب الياباني منتخب قوي. نعم. قد يكون هناك يعني مباراة نهائية قوية بين منتخبين، اليابان وهو له التاريخ ولكن قطر التي لها المستقبل. نعم وتريد أيضا المستقبل وتريد اللعب جيدا أيضا في كأس العالم القادم المقام في الإمارات. أدم حبيب الله مراسلنا شؤون رياضية شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام والختام مع مشروع تخرج في الأردن أذهل عيون طلابي في الجامعة. سيارة تعمل بالطاقة الشمسية تتحرك في حرم الجامعة الهاشمية بالأردن وتلحقها عيون الطلاب المنذهلة من ابتكار طلاب كلية الهندسة كمشروع لتخرجهم.
وأثناء سيرها في مسارات المرور بالحرم الجامعي تتحول الأنظار وتلتفت الرؤوس باتجاه السيارة الهاشمي واحد التي سيعمل مهندسو المستقبل على نموذج ثان منها أكثر تطورا وهو الهاشمي اثنين. في بداية المشروع تبعنا كانت الفكرة أن نوصل للهدف اللي بدنا إياه، أن نوصل لسيارة تمشي على الطاقة الشمسية، أن نحرك السيارة ونمشيها على الطاقة الشمسية. واجهنا كثير تعب، كثير كان في شغل، كان في عناء، كان في سهر طول الليل نشتغل على السيارة، نعدل على شغلات ونضيف شغلات. بالنهاية الحمد لله رب العالمين وصلنا للي بدنا إياه، وصلنا للهدف المراد. فضلا عن كون السيارة الصغيرة صديقة للبيئة، فهي تمكن أفراد الأمن والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من التنقل بسهولة في أنحاء الحرم الجامعي الكبير. والله يعني مشروع غريب يعني وجديد كثير، يعني ما حد أتوقع أنه تعمل بس من خلية شمسية أنه سيارة تتحرك وعادي يعني بدون بنزين. فإذا بيطور المشروع بينزلوا عنا بالجامعة مثلا يستفيدوا منه، ما بيكون إشي كثير حلو ومحترم. يستورد الأردن نحو 96% من طاقته من البلدان المجاورة، لكن المملكة تخطط للتحويل إلى الطاقة المتجددة لتصبح خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. بهذا مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة المركزية من أخبار الساعة، ابقوا معنا مع زميل فراس حمد وهذا المساء، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.